ده السكاكين بقى بتاعت في المدبغه مش كده؟ مظبوط. اه جلد معمول كده، فانا قلت سكاكين فقالت لي اه مظبوط، طلعت معايا كده يعني. ايه بقى ده ايه موضوعه؟ الموضوع بقى الحقيقة دي بقى مجموعة كلاسيك بتاعتنا، عايزين حد بيحب كلاسيك. شغل عشان يسافر بيه سفاري، بنسميه دي سفاري كولكشن، او عندنا حاجة مجموعة كلاسيك بتاعتنا. فعاملين بقى جلد مميزينه بالالوان بتاعته، عاملين درجة الروز جولد دي عشان نوصل لها بندي كذا درجة درجات الوان فوق بعض، طبعا بيتصبغ بيتصبغ كجلد بالظبط في كده، الاول. وبياخد طبقات بقى، طبقات داخلية وخارجية عشان تدي الشكل النهائي. جميل جدا. حتى الفينيشنج بتاعنا كله بنأكد عليه بانه يكون بنفس لون الروز جولد، وكمان بنزود عليه بقى توكة شبه العقد، يعني اللي عايز يشتريها بيشتري طقم ده وبيشتري معاه والله العرض، برافو بيعمل برافو ستايلينج برافو. طب تعالي نتفرج على الحاجات اللي هناك كده، اتفضلي يلا بينا. اتفضلي. ايه بقى، تعالي بقى ايه نشرح كده، نبدأ بالكلاسيك. احنا فين عندنا الكلاسيك؟ الكلاسيك اللي هو حتى في الاكسسوارات اللي ايوه هناك صح دي. كده، ايوه صح كده. دي بقى مجموعة بتاعت رمضان، عايزين نعمل يا حاجة سلام اسلامي. والله، عاملها لنا رمضان دي. ايوه جميل. حبينا نعمل حاجة اسلامي. هي مقصود بيها الحقيقة انه يعني وانا بصمم العقد كان قصدي اقول بيه ان الفنون الاسلاميه بدات بالنجمه الاسلاميه والطبق النجمي، وبدا يتجرد لغايه لما وصل للفن التجريدي الحديث. في ادي بقى مجموعه مجموعة الفضه بتاعتنا زي كده، ده برضو رمضان. ده برضو جميل، رمضان. الله حلوة دي قوي مجموعه قوي قوي. بحلق، عبارة عن ايه بقى، اشرح وادي لنا كده. برضو ادي شنطه، دي اللون بتاعها يعني اختلفت عليه الاراء، هو ما بين الفضي الفاتح والغامق، وبرضو نفس الحكايه. التصميم ده بقى تصميم فني اسلامي واللي عليه ده نباتي نحاس مطلي ولا؟ مطلي، مظبوط، تمام. نحاس مطلي بالفضه. لا هنا بقى دخلنا على مجتمع تاني، مجتمع سيوه. سيوة. بنعرف على طول الفن السيوي بفكره ايه، الالوان، الوان النخيل اللي طالعه من البلح، كلها درجات البلح في السوى المختلفه، عندنا بقى برضو اسود انتي اورنج اخضر. اقتبستيها من زياراتك لسيوة. مظبوط صح كده برافو برافو. فعلا، فعاملة ده دول مع بعض. ايوه صح كده. فبرضو ده ومعاه طب ممكن مجموعته. استأذنك اعرف هم دول معمولين من ايه؟ احنا بنتكلم في نحاس برضو، ايوه وايه كمان؟ النحاس بقى ده بعد واخد طبقه طلا ذهب عيار 21، وبعد كده بنلونه بالوان بنسميها الوان المينا. وده تطريز برضو من سيوة. ايوه نفس الحكايه برضو البنات هنا في المعتمدية هم اللي بيعملوها. لا الحقيقة ده تصميم مجموعة تانية اللي بتشتغل فيه، المجموعة دي متدربة على ايد بنات سيوة برضو، وعلى ايادي فنانات مصريات برضو هم اللي مدربينهم. ده ايه بقى؟ ده بقى طبق النوبة. النوبة. عارف حضرتك الاطباق اللي بتتعمل بالخوص تتعلق بالظبط. على طبعا. الحيطان بالظبط كده، اللي دي نفس بتعلق على الطبق. البيبان كده وتعلق على البيوت من بره. ايوه صح ده كده، مقتبس منه. ده مقتبس منه، هتلاقيه بالوان التوابل اللي في النوبة. طيب احنا طبعا اي حد هيقول طب الاسعار ايه؟ احنا الاسعار بتتراوح من كام لكام عموما؟ اسعار من عندي اصلا بتبدا من اول حاجات من اول 150 جنيه مثلا ده في الحلية او الاكسسوارات، الاكسسوارات. بالظبط كده، وبتنتهي اعلى حاجه عندي 1500 في الحدود دي. النوبه نوبه، رجعنا بقى للنوبه بحب عشان انا التطريز بتاع النوبه دي والوان النوبه حاجه بتبقى جميله جدا. شفت بقى حضرتك فكره العقد بقى اللي ماشي مع ال مع حاول اكتشف زيكم كده والله، بحاول اكتشف ايه الموضوع يعني. وفي في حزامه هنا. مظبوط طب والله مظبوط، كويس، ده ايتم مهم جدا عندنا برضو كده. جزء من يعني الطقم نفسه مع ايوه الشنطه مع الحاجه. صح كده، اهو ادي الحزام، وادي نفس فكره الموتيفه متحققه مره على عقد ومره على الحزام مع وده معالجه ده مختلفه. مطلي برضو بالذهب. ده مطلي برضو، توكه الحزام مش مطليه، معموله لا نحاس ومتلونه، ده ده مطلي مطلي بالذهب. بالذهب. مظبوط، جميل جدا. وادي تلاقي الشمس داخله معانا بطرق وادي مختلفه، الاكسسوارات حضرتك دي ملاحظ عباره عن نحاس وبرضو مطلي بالذهب. ايوه صح ودي كده. اسعارها ايه؟ هي دي بتتراوح بقى اسعارها من اول 150 لغايه 250 حسب حسب الذهب التكنيك المطلي وحجمها وحسب الحجم. وحسب الطبقات اللي عليها، ذهب بس ولا ذهب ملون مثلا. يعني ده حاجة عظيمة جدا، ده ايوه النوبة وبيوت النوبة. ده أصلا ممكن يتعلق على الحيطة حتى لو ما تلبس، ممكن يتعلق على الحيطة كده، قطعة فنية والله. جميل. مجموعته كلها كاملة موجودة، الانسيال بتاعه، الخاتم، الحلق، وده والعقد مع الشنط مع دي. الشنطة بقى مع الشال. والشال الشال بقى رائع. الشال ده طبعا ايه، احنا بنتكلم في اخميم.
طبعا خلاص على طول بقى سنين. شال بسكوز منصور يدوي. مين اللي مطرز؟ البنات ارض اللواء المعتمدية. المعتمدية جميل. عندنا ايه تاني؟ عندنا الشيلان اللي ورا. عندنا الشيلان وعندنا كمان مجموعه سانت كاترين، مش لازم ابدا ننساهم عشان يزعلوا مننا. ده سانت كاترين سينا. ايوه سينا. ده موضوع تاني خالص.